اهلا بيكم اصدقائي المهندسين في قناه كلهم مكات في انجينيرنج سوليوشن. احنا النهارده هنشتغل مع بعض، هنعمل الشكل ده. تمام، الشكل ده يعني بسيط شويه، في شويه تركات هنتعلمها مع بعض. يلا بينا نبتدي على طول مع بعض نشتغل. اول حاجه طبعا احنا خلاص اتعودنا وحفظنا، هنجيب بارت. تمام، احنا الجزء ده مقسوم لنصين، عندنا في جزء الداير ده الدايره واللي فيه، وعندي القاعده اللي موجوده من تحت. فانا هبتدي اول حاجه اعمل الدايره عشان انا عندي السنتره في النص. هعمل الثلاث دوائر بتوعنا، هنجيب سكتش التوب بلين، هعمل الثلاث دوائر، هبتدي ادي الدايمنشن بتاعتي. أول واحدة 14.76، تاني واحدة 11.07، أصغر واحدة 7.75. تمام، هنجي الدايرة اللي في النص دي هنعملها سنتر لاين، لأن ده يعتبر السنتر لاين اللي بنشتغل عليه عشان نعمل الدوائر الصغيرة اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. تمام، طيب نبتدي بقى نعمل الدوائر بتاعتنا. تمام، هنيجي كده هنا دايرة مقاس 2.23 اتعملت في الدايمنشن، هنيجي نكررها بالسيركوال دايمن سيركوال سكتش. هختار الدايرة اللي انا عايز اكررها، هنكررها له. هنا بيديني بيقول لي ان في زاوية 60 ما بين الدايرة والتانية. تمام، فانا هاجي هنا اول حاجة احط الست دوائر بتوعي. تمام، وحاجة اعمل هنا 360 ناقص 60، 300 درجة كده. هو مديني الدوائر بتاعتي زي ما هي واضحة قدامكم دلوقتي. طب هي مش فور دايمنشن، هبتدي بقى اعمل لها الفول دايمنشن ليها. هجيب سنتر لاين كده هنا. تمام، وسنتر لاين على الدايره الثانيه. تمام، وهعمل ما بينهم الزاويه 60. تمام، دوس اوكي. بعد كده هعرف المركز بتاع الدايرة بمركز الدايرة اللي على الجنب ده. كده انا بقت عندي فول دايمنشن. تمام، نبتدي بقى نعمل اكسترود كات للشكل كله. تمام، فيتشر اكسترود المسافة بتاعتنا اللي هي 6 ناقص 4 اللي هي 2، يبقى بطول 2 ملي. كده انا عملت اول شكل عندي. تمام، نيجي بعد كده هنعمل القاعدة اللي هي فيها يعتبر شغل التركات اللي انا كنت بقول لكم عليها. نركز مع بعض في الجزء اللي جاي ده كله. اتفرج على الاول، اعرف التركات اللي موجودة في فين، وارجع ارسم تاني عشان تتعلم صح. اوكي، ولو وقفت معاك حاجة ممكن تتفرج على الجزء اللي انت عايزه في الفيديو تاني. تمام، هنيجي كده نعمل سكتش هنا. طيب انا عندي هنا ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة عندي خط معمول تانجت مع الدايرة الكبيرة، دي اول حاجة. بعد كده عندي في فيلت، وعندي دايرة هنا، ودي هنعملها بطريقة جديدة عشان السنتر ونظبط الدايمنشن. وعندي هنا في 2 فيلت. تمام، ده برضو هنعمله بالطريقة. وعندي هنا الجزء ده لو جينا بصينا على الرسمة هنلاقي ان هو نازل قط بعد كده نازل بريفولف، فدي برضو تركاية هنعملها مع بعض. يلا نبتدي واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة هنبتدي بالخط اللي معمول تانجد عشان نبتدي نرسم عليه الشغل بتاعنا. حاجة هنا ميد بوينت. تمام، هبتدي احط الدايمنشن بتاعتي. طب انا عايز اجيب الطول ده، هو في الرسم عندي مش موضح لي الطول، هو مديني مقاسات
متقسمة، فأنا على أساسها هحدد الطول. طبعا أقرب حاجة عندي هو ال dimensions اللي موجودة دي، 13.92 زائد 1.4 زائد الفيلت اللي موجود عندي على الشكل اللي هو 0.6، تمام، مضروب في 2، يعني ده النص. أنا هاجي كده هنا هكتب 13.92 زائد 1.40 زائد 0.6، تمام، انتر، 15.92. هعديها تاني الدايمنشن، 15.92 في 2، تمام، اداني 31.84، يبقى هو ده الطول بتاعي. طب انا بقى عايز ابتدي اظبط، هجيب البوينت مع السنتر بوينت واعمله فيرتيكال، تمام، وهجيب الخط مع الداير ده وهعمله تانجنت وادوس اوكي. كده بقت اتعملت عندي فول دايمنشن. يبقى اول تريكايه احنا عملناها مع بعض، تمام، ازاي نعمل التانجنت وال الفيرتيكال وازاي نعمل الخط ده. طيب هنيجي نكمل بعد كده عادي، هنرسم رسمتنا عادي خالص، وبعد كده نبتدي نعدل في الرسمة بتاعتنا زي ما احنا متعودين. تمام، هنحط الدايمنشن بتاعنا، الدايمنشن بتاعنا هنا بقى عبارة عن ايه؟ نفس الفكرة، هنيجي كده هنا عبارة عن 4.74 زائد 8، ودي نص قطرها 2.23 × 2 زائد الفلت 0.6. فهنيجي كده هنا نكتب 8 + 4.74 زائد 2.23، لو جينا حسبناها على الاتنين، 2.23 على الاتنين يعني 1.115 زائد 1.115 زائد 0.06، مديني 14.46. بس احنا ضفنا الفلت في ناحية واحدة، فهنرجع تاني وهنضيف الفلت زائد الفلت مرة تاني، لان الفلت معنا في الناحيتين، هنا ناحية وهنا ناحية. ندوس اوكي، تمام. هنيجي بعد كده اللاين ده مع اللاين ده، الايكويشن بتاعتنا ان هي ايكوال، تمام، كده كله عندي معمول الا الجزء اللي هو فيه شغل الفلتات احنا هنتعلمها مع بعض. طيب اول حاجة احنا عندنا فلت صريح اللي هو الفلت هنا، انا بيقول لي مش هقدر اضيف فلت عشان الرقم اللي انت حاطه كبير قوي. انا عندي الفلت هنا بكام؟ الفلت عندي هنا ب2، تمام، ادي 1 2 3 4، تمام، وهبتدي احط هنا ومش هحط هنا، وهقول لكم ليه. احنا كده عملنا الفيلت بتاعنا في كل جزء ما عدا الجزء ده. طيب ليه؟ لان انا عايز اعمل شغل في حتة واحدة وفي الاخر اعمل مر، يعني مش عايز اعمل هنا وارجع اعمل تاني هنا ونقعد نلف، لا احنا لازم استغل الحاجات اللي موجودة عندي. طب ليه عملت فلت هنا؟ عشان خاطر استفاد بالمركز ده، وهتعرف استفاد بيه ازاي. دلوقتي انا عايز ابتدي اعمل الفلت التاني. طب ما انت ممكن تيجي تقول لي انا عايز ممكن احط، طب احنا كده عملنا الجزء الفلت، عايزين بقى نعمل التركية التانية اللي هي الجزء الفلت التاني ده. هنيجي كده هنعمل دايرة على نفس السنتر بتاعنا هنا، ندوس اوكي، هندي الدايرة دي سمارت دايمنشن 4،
تمام، هنيجي نعملها تانجت مع الفلت، اوكي، وتانجت مع الخط، اوكي، وهنديها المسافة اللي هي بين ده وبين ده عشان خاطر تبقى فول دايمنشن. وهنجيب التريم، نروح ماسحين الزيادة بتاعتنا كده. احنا عملنا تاني جزء عندنا في التركية. نعيد بقى الناحية التانية الكلام ده. هنعمل بقى ميرور، هنختار اللي عايزين نعمل لهم ميرور، وميرور اباوت هنختار رايت، دوس اوكي. على طول عملت الناحية التانية اهو، تمام. هنجيب التريم، هنمسح برضو الزيادات كده. انا عندي خلص جزء التركالي في القاعدة نفسها، في البيز بتاع القاعدة نفسها. طب هنيجي نعمل فيتشر اكسترود باس، الطول بتاعنا 6 ناقص 4 يعني طول 4. اوكي تمام. طيب هنعمل بقى الفلت اللي هو الستة، وهقول لك ليه عملنا الفلت. او احنا قبل ما نعمل الفلت ممكن نعمل الداير الصغير، تمام. هنيجي كده سكتش، تمام، بطريقة سهلة بقى. هنعمل كده الدايرة بتاعتنا، اوكي، ونديها السمار دايمنشن 2.23، اوكي. طب احنا عايزين بقى نعمل فول دايمنشن، ممكن بقى اقعد اقيس هنا واقيس هنا، لكن في طريقة اسهل بكتير، ان انا هاخد الدايرة مع الفلت واعملهم كونسيدنت، هيبقى نفس المركز بتاع الفلت، وادوس اوكي، تمام. نعملها قط، هي بقى قط عندنا هنا بطول 2، يعني مش ثرو اول، لا بلايند بطول 2. هنعمل اكسترو قط بلايند 2، تمام. هنيجي بقى نعمل ميرور، ميرور حوالين الرايت، ندوس اوكي. عملنا كده، يبقى احنا عرفنا في التركه دي ان انا ممكن بدل ما اقعد اعمل مسافات في السنتر، لا، بما ان عندي داير تاني اخلي الاثنين على نفس الكونسيدنت، نفس المركز، يبقى نعمل الكويشن بتاعنا كونسيدنت بدل ما اعمل مقاسات وسمار دايمنشن وناخد وقت فيها. طب نيجي بقى للتركه الكبيره، الجزء ده اللي يشوفه يقول عليه سهل مفيهوش حاجه يعني، بس احنا هنشوف مع بعض ماله. هنيجي كده سكتش، تمام. طيب نبتدي واحدة واحدة. أول حاجة أنا عندي المركز بتاع الأرك ده، تمام، هو الأرك ده 2.04، والمركز بتاعه من فوق لغاية مركز الدايرة تحت 7.96. طيب أنا هاجي أعمل سنتر لاين كده، وهاخد الميد بوينت بتاعته أخليها مع، انا عايز اعمل ميد بوينت هنا، هعمل الخط ده اعمل كونفرت انتس عشان يديني ميد بوينت، تمام. فكرة الكونفرت انتس دي ان انا لو محتاج اي حاجة مش موجودة في السكتش عندي بس موجودة في السكتش قبلها اقدر اطلعها للسكتش بتاعي بكل بساطة يعني، تمام. حاجة هنا الميد بوينت والميد بوينت دول اعملهم فيرتيكال كده مع بعض، واديهم سمارت دايمنشن من ميد بوينت للميد بوينت بمسافة 7.96، ودوس اوكي، تمام. اجي سنتر بوينت ارك عايز اعمله، انا ممكن اعمله بعد كده هحط مكانه فين، تمام، مكانه فين بس سنتر بوينت ارك ده،
المفروض ان هو ادي اهو، ادي المركز بتاع سنتر بوينت ارك عن المركز الرئيسي 9.66. فانا هاجي كده سمارت دايمنشن من مركز البوينت ارك المركز الرئيسي 9.66، وادوس اوكي، وهدي سمارت دايمنشن ليها هي 2.4، وادوس اوكي. تمام، هاجي ابتدي اعمل اللاين هنا هنا هنا، وادوس اوكي. طب اللاين ده مسافته قد ايه بقى؟ موجود عندي هنا في الرسمة ان هو من مركز الدايرة اللي تحت لنهاية الخط بتاع 1.4. يعني انا بتكلم ان انا عندي سمار دايمنشن من الخط ده للمركز ده 1.40. تمام، ادوس اوكي. طيب هنا مش متعرف، لان هو هنا بيقول لي مفروض ان هو من الخط ده للمركز 0.055. بحاجة كده اهو الخط للمركز 0.055 كده شكل عندي اتعرف. ابتدي اعمل اكسترود كات. هنا انا عندي المسافة من هنا لهنا من المسافة من الخط للمركز 1، يبقى هينزل اكسترود كات بواحد. هاجي كده هنا اعمل اكسترود كات بمقدار 1، وادوس اوكي. تمام، طيب انا بقى عايز اعمل التركايه الدايره دي تعمل ازاي، انا عايز اديها الشكل ده في الاخر، اعملها ازاي؟ تمام، الحاجه الوحيده اللي تعمل الدايره دي ان انا لازم اعمل ريفولف، لازم اعمل الشكل بتاعي اللي هو ده واعمل عليه ريفولف. طب ازاي هعمل؟ بالريفرنس جيومتري. هاجي اعمل هنا بلين، هختار ده تمام، والمركز بتاعي النص بتاع ده اللي هو النص بتاع الارك، فهيبقى 2.04 على 2، 2.04 على 2. يبقى انا كده سوري اسف 2.04، لان هو كله 2.4 2.04، يبقى انا كده في النص بالظبط. ادوس اوكي، هاخد بقى البلين ده واعمل عليه سكتش. تمام، هاخد بقى السكتش ده ارسم عليه الرسمه دي واعملها ريفولف. انا طبعا مش عارف ارسم كده، انا لو حطيت الشكل بتاعي كده اهو مش هيبقى باين حاجه عشان اعرف ارسم. فهعمل ايه؟ هعملها بالواير سوري كده، هعملها بالواير فريم كده اهو. لو جينا بصينا عليها هو نفس الشكل ده، انا بس محتاج ارسم عليه. هجيب كده لاين، حاجة على الخط ده البوينت ده، انزل وزي ما اتفقنا احنا بنرسم بعد كده بنحط. تمام، بعد كده هعمل الارك بتاعي كده واروح اقفل كل ده تحت 1 سنتي. انا الاتنين دي بدايتها من 1 سنتي. تمام، هاجي بقى احط الدايمنشن بتاعتي ده 2، وده 2 بس، هتظبط كده هو الدايمنشن بتاعي مظبوط. نيجي نعمل بقى الريفولف، ريفولف نيجي كده ونقلبها لسوليد عشان نشوف ريفولف كات ريتشارز ريفولف كات كده. اوكي، شايفين تعمل معايا بكل سهولة. هنعمل بس البلين دي هنعمله هيدن، نحط بقى اخر حاجة كده ان احنا نعملها الناحية التانية ميرور الفيتشرز دو ميرور كات ريفولف والاكسترود حوالين الرايت، ادوس اوكي اتعملت. بعد كده اخر حاجة بنعملها اللي هو الفيلت،
بوينت او ست، بوينت او ست. تمام كده الشكل بتاعي خلص كده. تمام كده احنا عملنا الشكل بتاعنا، شكل يعني بسيط ومعقد في نفس الوقت، يعني في شوية تركات جميلة يعني. تمام نبتدي بقى نحط الماتيريال بتاعته. هات اي حاجة، هتخليها بلاستيك ABS. تمام ونديها لون، عايزين كده لون تمام. وهو ده الشكل بتاعنا النهاردة اللي اتعلمناه. أرجو يكون الدنيا بقت كويسة معاكم، عرفتوا تعملوه تمام، واعملوه ورونا، بعتولنا، شاركونا في الكومنتات، شيروا الفيديو عشان خاطر نقدر نستفاد كلنا مع بعض. كان معكم المهندس بشوي، إن شاء الله نقابلكم في فيديو جاي إن شاء الله. شكرا لكم.